أمير المؤمنين عليا ولي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صل على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. صدق الله العلي العظيم. التراكم نعمة كبيرة، والتراكم نقمة كبيرة. عليك بالتراكم وإياك والتراكم. يمكن أن يكون شيء نعمة كبيرة نقول عليك به، ويكون نقمة كبيرة نقول إياك منه. ممكن التراكم سلاح قوي يستخدمه الشيطان ضد الإنسان، والتراكم سلاح قوي يستخدمه الإنسان ضد الشيطان. نذكر بعض الأمثلة العادية في حياتنا العادية حتى نعرف أهمية الكثرة، أهمية التراكم في الشيء. أنت جالس أمام طاولتك، على الطاولة يوجد شيء واحد، جهاز واحد، أو مثلا جهازان، آيفون وكمبيوتر. في هذا الجهاز الذكي فتحت تطبيقا واحدا، صفحة واحدة أمامك، وفي الكمبيوتر فتحت صفحة واحدة. في هذه الحالة أي تغير يحصل في هذه الصفحة أو في تلك الصفحة أنت تنتبه، تلتفت، تعرف. أما لو كان أمامك 20 جهازا وكل جهاز فتحت فيه 10 صفحات، تتمكن أن تنتبه ما يحدث في هذه الصفحات؟ لا يمكن. لو حصل في صفحة من هذه الصفحات 100 تغيير، ربما لا تنتبه إلى تغيير واحد منها. التراكم يمنع من التنبه، يمنع من التركيز،
مثال آخر، أنت جالس على سفرة طعام، في هذه السفرة يوجد نوع واحد فقط من الطعام، عندما تأكل هذا الطعام تنتبه إلى تفاصيل طعم هذا الطعام، بعد يوم بعد أسبوع لو أردت أن تصف هذا الطعام تتمكن أن تصف هذا الطعام بصورة دقيقة جدا، طعمه كان كذا، لونه كان كذا، كان مطبوخ أكثر من اللازم، أقل من اللازم، تتمكن أن تبين تفاصيل عنه، بخلاف ما لو كان أمامك سفرة فيها 20 صنفا من الطعام. أولا لا تتمكن أن تنتبه إلى تفاصيل طعم هذه الأطعمة، ولو أردت أن تصف بعد ساعة واحدة تفاصيل هذه الأطعمة تتمكن؟ لا تتمكن، لأنك أكلت اللقمة من هذا الطعام، لقمة من هذا الطعام، لقمة من طعام ثالث. مثال آخر هذا يصنعه بعض الشباب، اذهب مع بعض أصدقائك إلى ساحل البحر، يصنعون بعض الشباب هكذا شيء يصنع، ثم اطلب من أصدقائك أن يدفنوك تحت التراب، طبعا باستثناء الوجه محل التنفس، يدفنوا جسمك تحت التراب، يدفنون جسمك، خلاص يغطى جسمك بطبقة من التراب. الآن حاول أن تقوم بكل سهولة، تتمكن أن تقوم تنفض التراب من جسمك، ولكن لو صنعوا فوق هذه الطبقة الأولى من التراب طبقة ثانية وطبقة ثالثة وطبقة عاشرة 20 طبقة، الآن تريد أن تقوم تحتاج إلى طاقة كبيرة، يكون القيام صعبا عليك، لو أضافوا على ذلك طبقات أخرى صارت 30 طبقة من التراب، 40 طبقة، 50 طبقة، لا تتمكن أن تقوم أصلا. لعل البعض من الشباب جربوا هذا الشيء، يصل الأمر بالإنسان هذه طبقات تراب، ولكن عندما تتراكم هذه الطبقات يصل بالأمر بالإنسان، يوصل القضية توصل الإنسان إلى درجة لا يتمكن أن يتحرك، لو تركته لعله يبقى هنا إلى أن يموت، لا يتمكن أن ينقذ نفسه أصلا، لا يتمكن أن يتحرك أي حركة، هو تراب نفس الطبقات. ما الذي حصل لهذا الشخص؟ تراكمت طبقات التراب على جسمه، وجهه مكشوف يتنفس لا يتمكن أن يتحرك. هذا هو التراكم، الطبقة الأولى تأثيرها ضعيف جدا، ولكن عندما تتراكم التأثير يكون قويا جدا. هذا وضع الإنسان بالضبط مع الشيطان، الطبقات تمنع، وكلما كانت قوة الإنسان أكبر أمام هذه الطبقات يتمكن أن يقاوم أكثر، كلما كانت قوة الإنسان أقل أمام هذه الطبقات يخسر المعركة أسرع. الطبقات هذه افرضوها طبقات الخير أو افرضوها طبقات الشر، إذا تراكمت هذه الطبقات، طبقات الشر تراكمت على نفس الإنسان، الإنسان يصبح بالضبط مثل هذا الشخص الذي تراكمت عليه طبقات التراب، لا يتمكن أن يتحرك. الشيطان يستحوذ عليه، يملكه خلص، لا يتمكن أن يصنع أي شيء أمام الشيطان. لماذا؟ لأنه في المرة الأولى ارتكب سيئة،
طبقة، سيئة ثانية طبقة ثانية ثالثة عشرة عشرين خمسين مئة طبقة، خلاص لا يتمكن أن يتحرك. وبخلاف ذلك طبقات الخير، طبقات الخير تجعل نفس هذه المعادلة ضد الشيطان. عندما تراكمت طبقات الخير، الشيطان يريد أن ينفذ إلى قلب هذا الشخص، لا يتمكن. الطبقة الأولى يزيحها، الطبقة الثانية يزيحها، مئة طبقة، لا يتمكن أن يزيح مئة طبقة. أصحاب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ما الذي كان فيهم؟ قتلة الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام ولعن الله قاتليه، ما الذي كان فيهم؟ أصحاب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كيف لم يتمكن الشيطان أن ينفذ إلى قلوبهم؟ يا أخي مئات من الأشخاص تركوا سيد الشهداء، بعضهم كان من الناحية الظاهرية إنسانا خيرا، بعضهم إلى ليلة عاشوراء استمر مع سيد الشهداء، لكنهم تركوا. الشيطان تمكن أن يصل إلى قلوبهم. أصحاب الإمام الحسين لماذا الشيطان ما تمكن أن يصل إلى قلوبهم؟ طبقات الخير لا تترك، لا تترك الشيطان، الشيطان يصبح سجينا. اللهم فقهر سلطانه سلطان الشيطان عنا بسلطانك حتى تحبسه عنا بكثرة الدعاء لك، فنصبح من كيده في المعصومين بك. يحبس الشيطان، يحبس. وأما إذا تراكمت طبقات الخير، طبقات الشر مثل قتلة الإمام سيد الشهداء صلوات الله عليه ولعن الله قاتليه، يا أخي سيد الشهداء يخطب فيهم أصلا لا يفهمون، ليس صوت شخص عادي، صوت شخص خيرة الله في الخلق، هذا يتكلم، هذا ينصحهم، النصيحة لا تصل، طبقات الشر متراكمة على قلبه، أصلا لا يفهم، لا يسمع، أذنه تسمع، قلبه لا يسمع. لا توجد طبقات على أذنه، توجد طبقات على قلبه. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام على أقل التقدير 5 مرات خطب فيهم، خطب يا أخي، هي المناظر كافية كانت. كيف أن الإمام صلوات الله عليه أعطاهم من نفسه، بيّن لهم حقائق، هذا الخطيب هو سيد الشهداء، أصلا لا يفهمون. هو المولى سيد الشهداء قال استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. عندما يصبح تراكم على قلبه، أقول إحدى أقوى الأسلحة للشيطان ضد الإنسان هذا التراكم. ارتكب ذنبا ثانيا ثالثا، طبعا عدد الذنوب وقوة تأثير الذنوب كلاهما يؤثر، لعله ذنب واحد يؤثر بمقدار 100 ذنب. صارت طبقة على قلبه، خلاص أصلا لا يستوعب. قتلوا سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، بعد ساعة صلوا صلاة، يا أخي أصلا قضية مذهلة. هذا بالتشهد قال أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي محمد تذكره أنت؟ هذا الذي قتلت ابنه الآن، قبل ساعة قتلوه، رض الصدر بحوافر الجياد، والآن جالس يقول أشهد أن محمد، أي محمد هذا؟ لا يدرك أصلا، خلص القلب انتهى. لماذا؟ الخير لا ينفذ، هو الآن يذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يفهم. إحدى أقوى الأسلحة للشيطان ضد الإنسان إذا تراكمت طبقات الشر، وإحدى أقوى الأسلحة للإنسان ضد الشيطان إذا تراكمت طبقات الخير. الشيطان يريد أن ينفذ إلى قلبه، لا يتمكن، يحاول لا يتمكن. أصلا يصبح في بعض الروايات الشريفة يصبح الشيطان أحيانا بالنسبة إلى بعض المؤمنين مكتوف الأيدي، لا يتمكن أن يصنع شيئا، فقط ينظر إليه، يريد أن يوسوس له، لا يتمكن، لا يجد منفذا إلى قلب هذا الشخص المؤمن، خلاص. صناعة تراكم
الإنسان لا يغتر، لا إن شاء الله، لا اصنع تراكم. الشيطان عنده طرق، سد الطرق بالخير، بعمل الخير. ولذا ورد في الروايات الكثيرة الإكثار. الإكثار يعني ماذا؟ يعني اصنع طبقات، لا تكتفي بشيء واحد. الإكثار من الأذكار معينة، أذكار معينة، أكثر من هذه الأذكار. في الروايات الشريفة الإكثار، أذكر هذا الذكر، هذا ذكر. في بعض الروايات الشريفة الإكثار، الإكثار من بعض الأذكار، الإكثار من بعض التذكرات، الإكثار من بعض الأعمال الصالحة، أكثر من هذه الأعمال. هذه توجد حواجز، موانع لدخول الشيطان إلى قلبك. أكثر من بعض الأعمال، أكثر في الروايات الشريفة من التذكر، أكثر من تذكر الموت، أكثروا ذكر الموت، أكثر، ليس مرة ومرتين، أكثر. الأكثر من بعض الأذكار في الروايات الشريفة، الأكثر من ذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. في الروايات الشريفة الأكثر من الدعاء بتعجيل الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في الروايات الشريفة الأكثر من لعن أعداء أهل البيت، خصوصا قتلت الإمام سيد الشهداء صلوات الله عليه ولعن الله قاتليه. الأكثر، هو الأكثر شيء محبوب. الأكثر يسبب حواجز للشيطان. هو الشيطان يكتفي بك أن ترتكب معصية واحدة؟ لا، يريد منك أن تكثر. لماذا؟ حتى تصبح طبقة مانع لدخول الخير إلى قلبك. انتبه. وعليك بمقابلته بالعكس، أكثر من الخير، كل خير طبقة. إن كثرت هذه الطبقات الشيطان يصبح مثل ذاك الشخص الذي دفنته تحت التراب، عينه ترى، لسانه يتحرك يتكلم، ولكن لا يتمكن أن يصنع أي شيء، يصبح جامدا بالنسبة إليك الشيطان. النقطة الأخيرة، ماذا قلنا؟ قلنا الإكثار من المساوئ، من السيئات، من الذنوب، هذه تصنع طبقة وطبقات على قلب الإنسان، على نفس الإنسان. فقط الذنوب؟ لا، التوافه من الأعمال حتى لو لم تكن ذنوبا أيضا تصنع طبقات على قلب الإنسان ونفسه. حياتنا مليئة بالتوافه، هي الدنيا أساسا مليئة بالتوافه. لا أقول أترك التوافه، هذا بالنسبة إلينا إلى حد ما صعب، أقول قلل من التوافه. حتى التوافه أشياء تافه، إتلاف عمر، هذا تافه، إتلاف عمر في شيء غير محبوب لله عز وجل، حتى لو لم يكن مبغوضا، ما ارتكب الإنسان عملا محرما، شيء إتلاف عمر، هذا هو شيء سيء، هذا التافه. لا أقول أترك، قلل. التوافه أيضا تصنع طبقات. الانشغال بالدنيا، بالدنيا للدنيا لا بالدنيا للآخرة، الانشغال بالدنيا يصنع طبقة. حب الدنيا رأس كل خطيئة. عندي نعمة، يا ريت النعمة الفلانية. الله عز وجل أعطاني نعمة الصحة، أريد نعمة المال، لا بس حصلت على نعمة المال أيضا، أريد نعمة الأولاد، الحمد لله حصلت على نعمة الأولاد، أريد نعمة الرئاسة، حصلت على الرئاسة، أريد نعمة إطاعة الناس لي، حصلت على هذه النعمة، أريد أن يكون لي في كل بلد دار. يا أخي بس
اجعل حدا لنعم الدنيا التي تلتذ بها حتى لو كانت عندك. لو جاءتك لا تأخذ كل نعمة تأتيك نعمة دنيوية. هذه تصنع طبقات، هذه بالضبط مثل 20 كمبيوتر أمامك تلهيك الشيء الذي يلزم أن تراه لا تراه. أحد مراجع السابقين المقدسين رضوان الله تعالى عليه، سمعت عنه، أنا ما رأيته طبعا، يقال كان إذا جيء له بطعام، هو الطعام الموجود يأكله الإنسان للتقوية على طاعة الله، خب الجسم يحتاج إلى أنواع من الطعام، يحتاج إلى حلويات، يحتاج إلى أشكال مختلفة. إذا جيء له بطعام، طبعا الطعام الذي كان متوفرا آنذاك طعام جدا بسيط كان، إذا جيء له بطعام بمستوى أرقى من هذا الطعام قليلا، كان يأكل شيئا قليلا جدا من هذا الطعام، حلو معين، مثلا يؤتى له اليوم يوم عيد، مثلا جاءوا له بشيء من الحلويات الذي لم يكن عادة متوفرا، كان يأكل قطعة صغيرة جدا. يا أخي موجود، كل أكثر شيء لذيذ، لا يحصل هذا دائما. لا، في نفس الوقت الذي يرضي النفس بشيء قليل لا يقبل للنفس أن تتمادى، النفس تتمادى. أنا ما عودت نفسي على هكذا أطعمة، خلاص لا، ما دام جاءت لا أخذ، إلى متى؟ المشكلة أنه أنت أخذت سببت وجود طبقة على نفسك، ليست طبقة سميكة مثل الذنوب، ولكن أيضا طبقة. التراكم، إياك والتراكم السلبي، عليك بالتراكم الإيجابي. حرب، تتمكن أن تنكر وجود حرب بين الإنسان والشيطان في كل لحظة؟ انتبه إلى هذا العدو، هو عنده سلاح، أنت عندك مثل هذا السلاح. درجة هذا السلاح مرتبط بعملك أنت فقط، ودرجة سلاحه مرتبط بعملك أنت فقط. أنت الذي تتحكم في هذه الحرب، تتمكن أن تضعف سلاحه وتتمكن أن تضعف سلاحك. أختم كلامي برواية شريفة تكلمنا عن التراكم، عن الكثرة في ذكر الصلاة على محمد وآل محمد. أحاديث الإكثار من هذا الذكر الشريف أحاديث متواترة قطعا. حديث لطيف، هذا الحديث أقرأه وأختم كلامي بهذا الحديث الشريف، في صحيحة القداح عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أكثروا من الصلاة علي. اللهم صل على محمد وآله. متى؟ في كل الأوقات. هذه الرواية الشريفة تتحدث عن وقت معين، في الليلة الغراء واليوم الأزهر. متى؟ متى الليلة الغراء؟ متى اليوم الأزهر؟ في الليلة الغراء واليوم الأزهر، ليلة الجمعة ويوم الجمعة. أكثروا من الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر، ليلة الجمعة ويوم الجمعة. فسئل: إلى كم الكثير؟ أكثر كم؟ قال: إلى 100 وما زادت فهو أفضل. إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. إلهي أنت كما أحب، فاجعلني كما تحب. إلهي أنت كما نحب، فاجعلنا كما تحب. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا،
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.